اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي هنتكلم عن العادات الغلط اللي للاسف لما بنعملها بتاثر على البيئه، ومنها نهر النيل فيها مخلفات كتيره جدا. والحقيقه هنتكلم النهارده بقى عن الموضوع ده بالذات، ايه اللي لقوه في نهر النيل وبيطلعوه وايه المخلفات دي بالظبط. احنا معانا النهارده فرح عبد الباقي، مسؤوله عن التوعيه في مبادره فيري نايل. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ منوراني. شكرا. قوليلي، انا مش متخيله، يعني انتوا طلعتوا من نهر النيل حوالي 200 طن من البلاستيك، ايه ده؟ هرم هرم من المخلفات. يعني احكي لنا القصه دي بقى بالظبط. يعني شكرا جدا انك اديتنا المساحه ان احنا نتكلم عن مشكله احنا بنحاول نحلها كل يوم، وهي مشكله المخلفات اللي في النيل. بنشتغل عليها من 2018. حاولنا الاول بالاف المتطوعين ان احنا نلم في الزباله، بس طالما هي بتترمي بشكل يومي فلازم تتجمع بشكل يومي، فاستعنا بالصيادين اللي عايشين على الجزر النيليه. وهم الاول يعني كانوا عايزين يساعدونا، اوكي، بس احنا عايزينهم يعملوا ده بشكل دوري. فلما لقوا ان هو اصلا السمك متاثر بسبب التلوث اللي في النيل، وكمان ان هم هيقدروا يجمعوا البلاستيك واحنا نديلهم عائد مادي مقابل البلاستيك اللي بيجمعوه، لان احنا بعد كده بنقدر ان احنا نبيعه لمصانع اعاده التدوير. حلو، فاتشجعوا. الصوره اهو قدامنا. الهرم ده بقى عملناه عشان احنا بننظف بشكل يومي، فمش بيظهر الكميات لان احنا كل يوم بننظف. فالهرم ده عملناه قبل الكوب السنه اللي فاتت عشان نبين حجم المشكله. ده معمول من 1,000,000 ازازه، وهو حوالي 18 طن، وهي اصلا الكميه اللي احنا بنجمعها كل شهر تقريبا. كل شهر بيطلع كميه شهر دي؟ يا نهار ابيض. بالظبط، ده حاجه بجد تخوف. حقيقي. يعني هي الناس بتروح ترمي زبالتها في النيل؟ الزباله بتوصل بكذا طريقه. ممكن تبقى مناطق سكنيه او احياء، يعني مناطق تجميع الزباله بعيده عنها فبتستسهل. ممكن يكون جنب المطاعم او الفنادق العائمه بيستسهلوا برضو، مع ان ده غير قانوني اصلا، بس بيستسهلوا. اي حاجه حوالين النيل ناس بترمي فيها بشكل عام، وكل ما كان التكدس السكاني اكتر كل ما كانت القمامه في المنطقه دي اكتر. طب ايه اكتر حاجه لقيتوها من المخلفات اللي في النيل اللي احنا شايفينها دلوقتي كهرم؟ حضرتك لو شايفه في الهرم الجزء اللي تحت ده معمول من الفوم والحاجات اللي هي الفلافي، اللي هي اصلا قيمتها في اعاده تدوير حتى قليله جدا. يعني اي حاجه حتى البلاستيك الشفاف اللي هو المفروض اعلى قيمه، ده يوم ما هيتعاد تدويره كام مره، يعني 6-7 مرات بس. في حاجات اصلا مش بتجيب همها ان يتعاد تدويرها مره واحده بس، فالناس بتصنع جديده ارخص لها من ان هي تعاد تدويرها. اللي هو الفل، يعني اكتر حاجه مرعبه في النيل والصيادين بيشتكوا منه هو الفوم، عارفين الابيض اللي هو الناس بتحط فيه الاطباق. بالظبط. طب اشرحي لنا اكتر، يعني ايه البلاستيك احادي الاستخدام؟ يعني اشرحوا لنا اكتر. اوكي، اي حاجه بنستخدمها مره تقعد لنا بقى في الطبيعه بال 400 وال 600 سنه، هي دي البلاستيك احادي الاستخدام. وفي حاجات احنا هتشوفيها كده تقولي دي بلاستيك. عادي، الكوبايه، الشوكه، الطبق، انت شايفه ان هو بلاستيك. في حاجات تانية مش اصلا بندرك ان هي بلاستيك او فيها جزء من البلاستيك، فاعاده تدويرها صعب او مستحيل، وبتقعد برضو مده طويله. زي ايه؟ زي كوبايه الورق. هل يعقل الورق اللي هي اللي بيشربوا فيها الشاي دي صعبه التدوير؟ لان هل يعقل ان ورق ينزل عليه ميه مغليه وما يدوبش؟ صح فعلا. صح. صح. العلب الكرتون بتاعت العصير واللبن والصلصه، هل يعقل برضه ان علبه كرتون من كرتون الخالص تقعد على الرف بال6 شهور من غير ما تبوش؟ لا. طبعا هي واخده رقات تانية. فاي خامه بتدمجيها مع خامات تانية عشان تعيدي تدويرها محتاجه تفصليها ثم تعيدي تدوير كل خامه لوحدها. طب لو انت مش عندك مصنع يعرف يعمل ده فبيكون صعب جدا. تاني حاجه بقى صحتنا، بالذات في موضوع الكوبايات والورق ده. انا عايزه اعرف ايه اضرار الحاجات دي بقى على صحتنا وعلى البيئه.
لما نيجي بالذات عند كوبايه الورق، عشان زي ما حضرتك قلتي نستخدم فيها الشاي المغلي، فده لو نزلنا ميه مغليه على حاجه فيها بلاستيك فطبيعي ان هي هتسرب. ده لما بيخش جسمنا طبعا مضر جدا، وفي كذا بحث قريناه واتخضينا بصراحه لما قريناه ان هو بيغير هرمونات الجسم، وبيعمل حاجه كانه هرمون انوثه دخل الاسم لكنه ما دخلش. ف استني واحده واحده، ده لما نستخدم الحاجه الريسايكلد ولا لما نستخدم الحاجه اصلا اللي ما بتدوبش في الطبيعه؟ لما احنا بناكل في بلاستيك بالذات والاكل سخن، البلاستيك بيعمل ايه؟ تفاعل. بيعمل تفاعل او بيتسرسب جوه اكلنا واحنا بناكله. يا نهار ابيض. وفي ابحاث جديده، وانا بشجع الناس ان هي تخش وتقرا بنفسها عن تاثير البلاستيك في اكلنا والهرمونات. فدي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي اتكلمنا عليه، الفوم اللي هو بيبقى فيه ماده اسمها السترين، دي ماده اصلا مسرطنه. يا ساتر. احنا بقى نحط فيها الاكل السخن اللي هي الفوم الابيض. بالظبط. وناكل فيها اطباق سودا بتبقى اصلا معموله ان يتسخن يعني الاكل فيها في الميكرويف، هل دي برضو مضره؟ دي اقل ضررا طبعا من الحاجات اللي هي مش مجهزه للسخونه، ولكن الابحاث بتقول ان مفيش بلاستيك مش بيتسرب 100%، كله بيتسرب بنسبه، ممكن في انواع احسن من انواع، يعني بلاستيك رقم 5 من احسن الحاجات للاكل مثلا. ما هو ده بقى اللي لما نيجي نشتري في يعني في المحل الاطباق اللي احنا هناكل فيها لازم يكون عليها من ورا رقم 5، بتبقى زي كده مثلث وجواه رقم 5، هو ده اللي تشتروه علشان ده اللي تعرفوا تستخدموه، وبيبقى مرسوم عليه كمان لو مايكرويف او لا، كل ده بيبقى مرسوم على الطبق، مش اي طبق مجهول تروحوا تستخدموه في تسخين خالص، ولا نحطوا اكل سخن عليه. دي مهمه جدا المعلومات. جدا جدا جدا. طيب اكتر المناطق المنتشر فيها بقى المخلفات دي كلها، يعني احنا بنشارك اصلا نهر النيل مع دول تانية صح؟ بس احنا تعدادنا ما شاء الله كبير جدا، فكل ما التعداد السكاني زاد بنلاقي ان المخلفات حواليه بتزيد. تمام. طيب فكرة الحرق بقى في الشارع، هل دي ده حل ولا لا خالص؟ اظن بيبوظ البيئة بقى اللي في الجو صح؟ طبعا طبعا، يعني كمية السموم اللي عارفة الهباب الاسود اللي بيطلع من البلاستيك وهو بيتحرق ده سام جدا بصحتنا، يعني سيبه وخلي حد يروح يطلع على البلاستيك اللي فيه ويعيد تدويره، هيبقى احسن بكتير قوي. طبعا احسن بكتير طبعا. ده مش حل خالص. السجاير بقى، بواقي السجاير اللي بتبقى على الارض دي، ايه الدراسات اللي بتقول موضوع كأن الواحد بيشرب سجاير؟ اشرحي لنا كده اكتر. او ليها تأثير ايه يعني؟ هو الفلتر بتاع السجارة ده عبارة عن ايه اصلا؟ هو بيبان عشان هو بيبقى لونه كده بني، بيبان ان هو معمول من ورق او حاجة، بس هو اكتشلي لا، بلاستيك معمول من حاجة اسمها سليولوز، ده عبارة عن بلاستيك بس رفيع قوي قوي، وبيعمل الفلتر. طب هو ايه فايدته؟ ليه اصلا في فلتر؟ عشان يمنع التار ان هو يخش جسمنا والسموم الكبيرة والحاجات ان هي تخش جسمنا. فبقى عقب السيجارة ده معمول من البلاستيك وفي كل السموم اللي في السيجارة اللي هو مش عايزينها نخش جسمنا، فاحنا بنعمل ايه؟ بنرميها على الارض، فيها بلاستيك بيتكسر بسهولة جدا، بيبقى عامل زي الفايبر كده، وبيتسرب برضو في التربة بتاعتنا، وبيلوث 500 لتر مية. يا نهار ابيض. حواليه بالظبط 500 لتر؟ متخيل، ده يعني اكبر من خزان فوق البيت. والناس متعودة بس من الحركة دي. في كل حتة بشوف الناس تعمل كده، مع انها ممكن حد ما يرميش مثلا في العادي في الارض، لكن عقب السيجارة يعني افلام الكاوبوي اثرت علينا قوي، اللي هو الحركة دي، ده يعني ما شاء الله. يعني وعلى البحر بيشرب سجاير ونطفي على البحر كأنها طفاية كبيرة، ده حاجة تزعل والله بجد، يعني حاجة تزعل. انا عايزة اقولك حتى على البحر، البحر الواحد يعوم كياس 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 عماله تلزق، بجد الواحد بيعوم في وسط كياس بس ومزبله، حقيقي يعني موضوع فظيع، مش عارفه حتى الزباله وصلت لغايه البحر، يعني بجد مش طبيعي. سلوك الناس كمان جنب البحر ان هي عايزه كل حاجه تشتريها وتستخدمها دلوقتي حالا، اسمها convenience culture، او ان هي ثقافه الاستهلاك السهل، فكل حد عايز يشرب الحاجه دلوقتي ويرميها دلوقتي برضو ما تفضلش معاه. فمعلش احنا هنتعب مع بعض شويه عشان السنه الجايه لما نروح البحر ما نبقاش عايمين في البلاستيك احنا والسمك.
احنا شايفين فيديو دلوقتي لإعادة تدوير صح كده؟ دي حاجات بنعملها من الاكياس. احنا بنقعد نبدع في استخدامنا للاكياس البلاستيك بان احنا نعمل منها مكرميات زي كده، بنعمل منها اسبتة، بنعمل منها شنط، باكيت هات بتتلبس طواقي، حاجات كتير جدا. واللي بيستفيد منها سيدات جزيرة القرصاية، وهم بيدخل لهم دخل مادي وبيعلموا اجيالهم بعد كده عن اضرار البلاستيك. فاحنا الناس نشتغل معاهم الحمد لله دلوقتي كانوا من الناس اللي بيرموا اصلا في النيل، ودلوقتي بقوا مستحيل يرموا حاجه ويبصوا على الكيس ويقدروا، بالعكس بقوا بيعلموا اصلا الاجيال اللي تحتيهم، يعني هم بقوا يشتغلوا في الموضوع وكمان يعلموا الناس وبيكسبوا منه صح. بيكسبوا منه لدرجه دلوقتي ممكن نسيبهم في ورشه عمل وهم يعني يشرفوا على ورشه عمل ويعلموا الناس وبينطلقوا لوحدهم خالص دلوقتي. حلو قوي، ده فعلا مشروع رائع. منها الواحد بيفيد الناس ان هم بيقدروا يشتغلوا ويكسبوا فلوس، ومنها كمان علميا ان هم يوصلوا العلم ده اللي حواليهم. حلو قوي. نتكلم بقى عن هدر الميه، عشان الموضوع ده فعلا مهم وبيدرس في المدارس، في مدارس معينه مش كل المدارس ولا لا. هدر الميه ده لازم الطلبه يتعلموه من صغرهم، يفهموا يعني ايه هدر ميه. بس انت اتكلمي بقى عن الموضوع اكتر. ماشي. احنا الميه بتاعتنا ما صرتش معنا في حاجة لغاية دلوقتي. نهر النيل كلنا بنعتمد عليه، ملايين 95% من المصريين بيعتمدوا عليه، واحنا دايما من صغرنا احنا بنشوف النيل بيعوم من قدامنا وبنحس بوفرته. لكن هل تعدادنا السكاني هينقص؟ لا، هو بيزيد، بس احنا وكل الدول ان احنا بنشارك معاهم النيل، فاستهلاكنا للمية هيفضل يزيد. والدولة بتدعم المية عشان هي حق لكل حد، فاحنا مش بنحس قوي بان احنا عندنا فقر في المياه. لكن لو جينا وزعنا الحصه بتاعه النيل على المصريين هتلاقي ان اصلا مصر بتعاني من فقر المياه وهتفضل المشكله تسوء. طيب هل هي كارثه؟ لا، هي مش كارثه لو رشدنا استهلاك المياه، مش هتبقى كارثه خالص. فاللي احنا ممكن نعمله كناس في بيوتنا ان احنا ما نسيبش الحنفيه المنسيه اللي هو حنفيه مفتوحه وانا بصبن الصحون الناحيه الثانيه اصلا، وانا بصبن الخضار، وانا بغسل سناني، وانا بحط كريم في شعري، وانا بعمل مش عارفه ايه، والحنفيه حاجه باك جراوند كده. بالظبط، دايما نبقى حساسين قوي لو الحنفيه دي شغاله على الفاضي لازم نقفلها. يعني نستخدم على قد الاستخدام ونقفل، نستخدم على قد ونقفل، نركز جدا مع صوت الحنفيه، نبقى خايفين على المايه اللي بتنزل زياده. بالظبط. ومع توصيه خاصه لكل الناس في الساحل دلوقتي وفي بتصيف، ان استهلاك الناس في المنطقه دي في الصيف بيزيد جدا جدا جدا، فراعوا المايه بالذات في المصايف. يعملوا ايه بقى؟ ان هم يقصروا وقت الشاور بتاعهم، لو بياخدوا دش، لو بيعملوا اي حاجه، بيسقوا الجنينه، ما يسيبوش الخرطوم مفتوح، ان هم فعلا يعني يكونوا حريصين على المايه، لان هي فعلا احنا ما الدوله ما بتحسسناش بان احنا عندنا فقر في مياه، بس هيحصل مشاكل قدام لو ما كلنا يعني كلنا لازم نخلي بالنا. حلو قوي. طيب خلينا، انا عايزه برضو نتكلم تاني على الريسايكلينج وايه البدائل الحلوه اللي ممكن الناس تستخدمها بدل البلاستيك، بما ان البلاستيك صعب جدا في الريسايكلينج وقصته كبيره ووحش قوي على البيئه وعلينا بعد كده طبعا وفي الاكل وكل حاجه. ايه البدائل الكويسه اللي ممكن الناس تستخدمها؟ طيب احنا تعالوا نتفق ان احنا نغير عاداتنا، دي حاجه صعبه علينا ومزعجه، بالذات البلاستيك بصراحه مريحنا يعني. ولكن عشان صحتنا اول حاجه، وبعد شويه هنلاقي ان اصلا في حاجات بتبقى لذيذه، زي مثلا ان انا انزل معايا الزمزميه بتاعتي تخلي الميه ساقعه طول اليوم، وما مش كل شويه اقعد اشتري ميه واصرف ميه، فعند اقرب فلتر ميه املاها تاني. كوبايه القهوه برضو بدل ما هي كوبايه ورق بتحافظ على حرارتها، لو معايا الكوبايه الستانلس ستيل بتاعتي بتاعت القهوه بتحافظ عليها طول اليوم. انا بس رجوعا لازازه الميه، ما ينفعش بس نملاها كذا مره على كذا يوم كتير علشان بتعمل بكتيريا بعد كده عند الفم، حته الفم بتعمل بعد كده بكتيريا. لو احنا مثلا في ناس ممكن تستعملها اسبوع اسبوعين، لا هي بتعمل بكتيريا مش كويسه، لان احنا مش بنغلي الازازه دي، احنا بنملاها بس. طب بكتيريا على بكتيريا مع الوقت. استنلس يعني لو ازازتي الزمزميه بتاعتي ممكن مثلا احط عليها ميه مغليه واغسلها؟ لو ينفع غسلها كويس وما فيهاش خبايا معينه، لان انا شفت بقى دراسه عن دي في برنامج الماني،
جابوا قعدوا يجيبوا الزمزميات بالذات اللي هم بيروحوا مثلا الجيم او بيروحوا يعني بيحتاجوا زمزميات معاهم، واخدوا مسحه من الحته بتاعت الفم دي، حته داخليه للمسحه دي، مسحه منها لقوا ان فيها بكتيريا خطيره جدا بتهاجم القلب مثلا. لا حرام. فيعني علشان ما بتتغليش، فاي حاجه بيعاد استخدامها كذا مره من غير ما ينفع غليانها ويخشها بكتيريا من الفم، لان الفم يعتبر بكتيريته رهيبه وكتيره جدا فوق ما تتخيلي، بتقعد بقى وتكتر يعني، فتكتر بقى تكتر وتعمل مشاكل بقى اكتر كتير. لا دي معلومه مهمه جدا، انا هزودها وانا بقول للناس موضوع الزمزميه ده. صح جدا. انتي تحبي بقى تقولي اي نصايح للناس قبل ما نختم؟ انا عايزه اقول لهم ان المخلفات تطلع مننا دي هي مورد في الاول في الاخر. لو تقدروا تبيعوا اي حاجه من المخلفات اللي بتطلع من بيتكم بيعوها واستفيدوا بده. مش هتعرفوا تبيعوها، افصلوا من البيت المخلفات العضويه وانتوا بتطبخوا لوحدها والغير عضويه، ده هيخلي النباش هو بيجي هو يعيد تدويرها ويستفاد هو من غير ما يتاذي برضو من ريحه الزباله ان هي كلها حاجات عضويه. وقللوا عشان صحتكم، قللوا استخدام البلاستيك عشان صحتكم قبل اي حاجه. حلو قوي. انا بس سريعا عايزه بس اوضح حاجه، بره طبعا في اوروبا ده اصلا ده اساس يعني، دايما نروح كده في اوروبا لازم، ما ينفعش نرمي الزباله على بعض، ما فيش، لازم من البيت يتقسم الزباله، البلاستيك لوحده، الحاجات العضويه لوحدها، الازايز لوحده، ازاز لوحده، ليها تقسيمات كتيره جدا. ولما يترمي تحت البيت برضو متقسم، مفيش حاجه اسمها كله على بعض دي خالص، بياخدوا مخالفات عليها. عارفه المخالفه كام؟ فوق ال 1000 يورو. انا فاكره فوق ال 1000 يورو. انا عشت فتره في المانيا والمخلفه سيف، ويعني الموضوع مش سهل، ولكن في الاخر هو نظام صح وبيحافظ على البيئه. لكن احنا عايشين دلوقتي في مصر سهل قوي كله بيترمي على بعض، محدش عنده الوعي ده. مع ان شويه دلوقتي بقى في المولز في ثقافه ان الزبالات بقت متقسمه، مكتوب هنا بلاستيك هنا مش عارفه ايه، مع ان انا واثقه ان محدش بيقراها ويرمي في اي حته. فيا ريت الثقافه دي فعلا تنتشر لمصلحتنا احنا واجيالنا، واجيالنا بالذات. كل جيل هيتاثر اكتر من الاول بالمخلفات وتاثير البيئه. حاجه كمان، انا يعني نفسي ان احنا نتعلم ما نرميش في الشارع، ما نرميش في ميتنا اللي بنشرب منها. يعني ازاي بيجي لكم قلب ازاي ترموا زباله في الميه اللي بنشرب منها؟ صعب جدا. فيا ريت يا ريت يا ريت يا جماعه تركزوا في النقطه دي، محدش يرمي في شرب واكل. صح؟ صح يا ريت. ولو انتوا فاكرين انكم بترموا اصلا هتروح لغيركم مش هتجيلكم، لا هتجيلكم، الدنيا بتلف هتجيلكم برضو في حته ثانيه. فخلوا بالكم على غيركم عشان كل حاجه يعني الكون كله يخلي بالكم، يخلي باله على عيالكم انتوا كمان، لان هو كلها عالم واحد وكله بيأثر على بعض. انا بشكرك جدا جدا. انا متشكره جدا ليكي. ميرسي قوي. شكرا. شكرا. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، يا ريت تعلموا غيركم، اللي سمع الحلقه دي يا ريت يعلم غيره عشان يبقى علمه ينتفع به. واشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من 4 ل 5 ان شاء الله.